ما دام اتفقت على المجلس راح يوديه المجلس هذه اللي بعدها. ها عفا هاي هي الرجال وما ادري شنو وتحكي وتقول انا رفيق. عندك عصفور كل ما تحكي وتقول انا رفيق وما ادري شنو. انا رفيق لو انت ما تقول اكتب تقارير وخلي يذبحون اهل الناصريه في جماعات مقتدئه. ليش ليش؟ هاي ودي انا البطاطي واذبحهم من وراء مقتدئ يقول انا كنت اذبح.